دكتور بنا بوزبون، الأخصائية النفسية الإكلينيكية والتربوية ومدير عام مركز الدانا للإرشاد والتوجيه. في إطار ورشة العمل التي تقام اليوم حول ظاهرة التعدي الإلكتروني، هل تعطينا نبذة عن تعريف هذه الظاهرة الخطيرة؟ طبعا التعدي الإلكتروني هو الاعتداء على الغير، ولكن بصور مختلفة. بيكون هناك سوء نية، التعدي على المعلومات الخصوصية، التعدي عن طريق نبذ الآخر. التعدي هي نفس التعدي التقليدي، التعدي التقليدي قد يكون عن طريق الضرب أو عن طريق التهديد أو عن طريق نبذ هذا الإنسان. التعدي الإلكتروني نفس العملية، ولكن يميز التعدي الإلكتروني أنت ما تعرف مصدره. هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية، التعدي الإلكتروني حتى في غرفة نومك راح يوصلون لك. التعدي العادي أنت في المدرسة راح تضرب، بالشارع راح تضرب، في أي مكان تعرف المصدر. لما تدخل البيت، البيت يعتبر مكان آمن، لكن التعدي الإلكتروني ما ميش أي مكان آمن. نتائج التعدي في الحالتين هو الجوانب النفسية، التدمير النفسي، القلق، الاكتئاب، نفس النوعية بالنسبة حق نوعين من التعدي. وأصبح التعدي الإلكتروني الناس ما تتوقع أن عن طريق الإنترنت سوف أتعرض لهذا النوع من التعدي، فيترك فعلا بدأت الناس الحين اليوم، وخاصة لما نشوف احنا تسرب كثير من الصور مثلا. الشخص يتكلم عن، ياخذ شخصية أخرى ويتكلم عنها ويدلي بمعلومات مناقضة للواقع. فهذه بدأت مشكلة كبيرة عندنا، وخاصة للأسف الأطفال هم اللي قاعد يتعرضون حق هذا النوع من التعدي. طب أكثر الفئات العمرية تأثرا أو تعرضا للتعدي الإلكتروني؟ طبعا التعدي الإلكتروني ما ترك فئة عمرية، جميع الفئات العمرية قاعدة تتعرض حق التعدي الإلكتروني، ولكن احنا نقول، نشير إلى أن الأطفال والمراهقين لأنهم غير مسؤولين عن نفسهم، لأنهم تفكيرهم محسوس مش معتمد على المجردات، لأنهم أكثر فئة يتم استغلالها، فهي الفئة التي تنضر أكثر وتقع في هذا المطب اللي هي الفئة العمرية. خلينا نقول من أول ما يبتدي الطفل يتعامل مع الإنترنت إلى، يعني خلينا نقول يخلص مرحلة المراهقة اللي 21 سنة. السبب أن الطفل ما زال الضمير غير موجود، القدرة على تمييز الأمور بشكل صحيح غير موجود. البعض قد يقول لي أن الأطفال أذكياء جداً، فالمفروض يعرفون الذكاء شيء والنضج شيء آخر والذكاء الاجتماعي شيء آخر. فنلاحظ كثير من الأطفال يبتدي يدخل مواقع معينة أو الفيسبوك، يحط جميع من الصور، خاصة الفتيات الصغار أو الأولاد، مستانسة على روحها، بتحط يعني أحلى صورة عندها. أول ما تحط هذه الصور ما في صمامات أمان، لأنه ودخلت على المواقع ولم يتم تثقيفها عن أساليب الحماية، فتحط صورها وتتوقع أنها هي آمنة. نلاحظ بعد فترة الصور بدأ فبركتها، تنزيل مواضيع مسيئة إلى أخلاقها ومسيئة إلى أهلها. في هذه اللحظة يصير عندنا التدمير النفسي، مو فقط للطفلة، للأسرة، وتصير عندنا حرب بين الأسر في هذه اللحظة. وخاصة أي معلومة توضع في الإنترنت، هل أستطيع أن أسحبها؟ لا يمكن سحبها. فعملية كأن أول ما ابتدي أتعرض حق أو أحط معلومات بالإنترنت خصوصية، كأني دخلت الناس كلهم غرفة نومي وبيتي، كأني أنا ما عندي سيفتي، ما عندي أمان، كأني أمشي في الشارع وقد يظهر لي من أي لحظة إنسان يضربني أنا ما أعرف. هذا هو التصور التعدي، وخاصة من الاستخدام السيء الغير مقنن لشبكات الإنترنت. طب حضرتك كيف تري نسبة التعدي في مجتمعاتنا العربية ومقارنتها بالنسبة في البلدان الغربية، وهل النسبة ارتفعت في السنوات الأخيرة؟ طبعا احنا للأسف في الدول العربية عندنا مشكلة الإحصائيات. قد تكون هناك حالات فردية، ولكن ما عندنا مراصد في كل دولة ترصد هذه الحالات، فلا نستطيع أن نقارن السابق بالوقت الحالي. على صعيد مستوى العالم هناك تزايد في حالة التعدي في نسبة كبيرة، لأن في عندهم رصد وعندهم برامج خاصة لي، يعني من الجانب القانوني عندهم أنظمة وقوانين، وكذلك بالنسبة حق برامج التوعية فيستطيعون يحددون فعلا في نسبة كبيرة. احنا مش أقل أو يعني مختلفين عن دول العالم. مثل ما تعرفين أن الإنترنت خلانا نصير قرية، قرية صغيرة جدا، ما يحصل في الدول الأوروبية يحصل عندنا. فإذا حتى النتائج، البعض كان يقول أن إحنا مستحيل أن نتعرض حق الإنترنت، مثلا في أطفال في الدول الأوروبية، من خلال التعدي، من خلال الاعتداءات اللي صارت عن طريق الإنترنت، في حاول انتحروا توفوا. إحنا البعض يقول إحنا مستحيل نوصل، إحنا فعلا مستحيل نوصل. عندنا جوانب في الأسرة، جوانب إيجابية، الترابط الأسري موجود عندنا، الطفل لما يحس نفسه إنه متضايق قد تكون مع أسرته، ولكن 100% في حالات ما حد يعرفها. وطبعا لما أنا أجلس مع حالات
في عندي أنا حالات فعلا على صعيد مراهقين وعلى صعيد أطفال تم التعدي عليها من خلال الإنترنت، لكن ما عنده الجرأة أنه يفتح المجال مع أهله ويتكلم. ليش؟ لأن إحنا عندنا مشكلة في أثناء تنشئتنا الاجتماعية حق أطفالنا، كل اللي السمع صحيح، هذه ثقافتنا موروثاتنا الثقافية، عدم تعليم أطفالنا على التشكك في المعلومة اللي يعطونا إياها. وحتى بالنسبة هذه مناهجنا التربوية، أخذ المعلومة الكتاب صحيح 100%، لا تناقش ولا تقول هذه المعلومة خطأ. فإذا أي شيء بينزل له من الإنترنت بيتوقع أن هذه المعلومة صحيحة، أي شخص بيظهر له في الإنترنت معناته أن هذا الإنسان موزون ويجب أن أتعامل معه. ما قاعدين نشككهم في هذا الأمر، وهذا يجب تعليم الأطفال. هذه هو برامج الوقاية المحتاجينها إحنا. هل يعلم الطفل من هو جالس على الإنترنت في الطرف الآخر؟ ما نعرف. وصلتنا كثير من الانتحارات في الشخصية، وعلى صعيد الشباب وحتى على صعيد الكبار ينتحل شخصية شخص آخر، يغير العمر، المستوى الثقافي، الجنس، يغير أشياء كثيرة. من سوف يعرفه؟ الهوية غير معروفة، وهذا هو المخيف. فإذا عندنا حالات قد تكون الله أعلم النسبة، ما حد يقدر يقول النسبة، ولكن فعلا في حالات واقعية. ليش لم يتم التلمسها؟ لأن حتى أولياء الأمور والتربويين لم يتمكنوا من معرفة هذه الظاهرة وقياسها وتلمسها. قد تكون حالات نتائج ما يعرفون أن هذه قد تكون بسبب الإنترنت. ما في صراحة بين الوالدين وبين أبنائهم، ما في صراحة بين الأطفال وأولياء الأمور والمدرسين. هذا تخلينا بعد نقع في مشكلة أن احنا ما قاعدين نقيس الظاهرة. عدم قياس الظاهرة مش معناته أن احنا ما نبتدي نشتغل في الموضوع، لا، يجب أن نبدأ حتى لو ما عندنا مقاييس وإحصاءات. بما أن هي نتائج سلبية للاستخدام السيء للإنترنت، إذا سوف تكون موجودة عندنا. نفس الدواء، لما أنا أخذ أي دواء لا تكون فيه آثار جانبية تلقائية، قد تكون نسبة قليلة. إذا هذا نفس العملية، كيف نجهز أنفسنا نحن في عملية التعامل مع هذه الحالات الموجودة وفي المستقبل عن طريق برامج كثيرة. طيب هل حضرتك تري أن في نسبة وعي بقت أكبر من قبل المربيين وأولياء الأمور لمعرفة أكثر عن التعدي الإلكتروني وكيفية مواجهته؟ من خلال الورش اللي عملناها إحنا اليوم يعني والأيام السابقة، قعدنا مع كثير من التربويون وجدنا أن في أمية كبيرة جدا بما يتعلق بالتعدي الإلكتروني، وأنا ما ألومهم، هذا هو الموجود. ففعلا ظهر أن هناك حاجة ماسة أن الكل، يعني إذا أنا ما أعرف هذا الشيء فما بسأل عنه، هذه النقطة الأساسية. فإذا هم مفهوم التعدي الإلكتروني غير واضح بالنسبة لهم، فيبحثون عن ماذا؟ لا يعرفون البحث عنه أو على الأقل القراءة فيه والتوصل إلى نقاط إيجابية أو التمكن والممارسة في هذا الجانب. ففعلا أولياء الأمور والتربويون أثبتوا أنهم في حاجة ماسة جدا، وأن هناك أمية قوية جدا بهذا الاتجاه، وتحتاج هذه الأمية إلى مناهضتها عن طريق الوعي. ونشر الوعي هو دائما أكثر إفادة من البرامج العلاجية. ليش؟ أن البرنامج العلاجي لما أنتظر الشخص يقع في هذه المشكلة وأبدأ العلاج النفسي له، الإنسان تدمر، الأسرة تدمرت، وعملية العلاج لازم يروح يكون فيها أثار جانبية. فليش أنتظر؟ دائما أعطي الحقنة المضاد الحيوي قبل ما يقع الطفل. المضاد الحيوي أصوره أنا الآن عن طريق البرامج التثقيفية، يعني جميع الشركات اللي لها مجال، المسؤولين في وزارات التربية في الأماكن التعليمية يجب أن يضعوا نفسهم عن طريق العمل الفريقي. هذه جهة واحدة لا تستطيع أن تقوم فيه، عمل التكاتف مؤسسات المجتمع كلها يخلق برامج. واللي أنا أحب أقوله أن البرامج يجب أن تكون تصل إلى العمر العقلي للطفل. هناك كثير من النصائح نعطيها حق أطفالنا إحنا، ومثلا خلال الورشة كانت الأم تقول أنا نصحت ابني وقلت له أن هذا غلط كذا كذا كذا، ولكن من ورائي يقوم بالعمل. ليش؟ لأن عملية النصيحة مش مجدية حق الطفل. الطفل يتعلم بالتقليد أكثر ما يتعلم عن طريق التوجيه والإرشاد. هذا شيء. الشيء الثاني، لما أنا أريد أن أكلم الطفل يجب أن أنزل إلى مستواه العقلي ومستواه الانفعالي. هذه إحنا بعض الأحيان نخطأ ما نوصل له. كثير من أولياء الأمور يعني يبتدون نهر الطفل وتوبيخ الطفل. هني أنا قضيت على الخط الواصل بيني وبين الطفل. لا، يجب مشاركة الطفل مشاركة وجدانية. يجب أن نبني ثقافة الاندماج مع هذا الطفل، أن احنا مع الطفل في عالم واحد، مش عالم الأطفال لوحده. حاليا صار عالم الأطفال وعالم المراهقين منفصل عن عالم الكبار، وفي ضغط من الطرفين، كل واحد يعني الأهل يحاولون يتواصلون
المراهق يحاول يفصل بينه وبين نفسه. فمعرفة لغة الطفل ولغة المراهق، كيف مشاعر الطفل، النمو الاجتماعي حق الطفل، متى ينتقل الطفل من تفكير محسوسات إلى تفكير مجرد، ماذا يريد أن يسمع الطفل، تركيز على العلاقة الحميمة، الصداقة ثم الصداقة ثم الصداقة مع الطفل ومع المراهق، والحب الصريح الغير مشروط. يعني في كثير من الحالات تجي لما الأم تسمع أن بنتها أو ولدها عنده مشكلة، تجي تحاول تتقرب له وتأخذ بعض الخصوصية، بيقولها الطفل وين كنتي هالمدة كلها؟ هي جسدية موجودة مع الطفل، ولكن هل هي موجودة من أجل الطفل؟ هل في لغة التواصل الصحيحة مع أبنائنا؟ فلغة التواصل شبهة نوع من الخلل. فإذا التواصل في نوع من الخلل، كيف أحاول أوعي ابني عن ما يسمى بالتعدي الإلكتروني؟ كيف أثقف ابني؟ سوف يجد الثقافة من خارج البيت عن طريق الرفاق، وهذا اللي قاعدين نشوفه احنا. اقرب مشاكلنا وعيالنا دخلوا عالم الانترنت مش عن طريق الاهل، ولا التوعيه عن طريق الاهل، اجت من نفس الجماعه اللي هي ثقافه الاقران، ياخذ منها، ولان الاقران ما عندهم صمامات امان، فمن كذي يقعون ابنائنا في هذه المشكله. طيب في النهايه في نقاط، ما هو الاستخدام الامن للانترنت بالنسبه لاطفالنا، وكيف يراقب الأهل من بعيد استخدام الأطفال الإنترنت بشكل آمن؟ أول شيء تحسين العلاقة مع الأطفال، تكون هناك الأطفال والمراهقين، العلاقة يجب أن تشوبها كثير من الصداقة وكثير من الحب وكثير من الثقة، الثقة المقننة والرقابة المقننة. في بعض الأولياء الأمور أول ما تشوف ابنه أن أساء استخدام الهاتف أو الإنترنت، على طول يتم بقطع هذا البرنامج، هذا غلط. عمليا سوف يبحث الابن عن طريق آخر للوصول إليه، وهذا اللي قاعد يصير لأبنائنا، يحاول عن طرق مختلفة يحصل على شيء، فهذا خطأ. التواصل الإيجابي مع الأبناء، محو أمية أولياء الأمور عن طريق الإنترنت محتاجين، توضيح القوانين اللازمة اللي تجرم هذا النوع من السلوك. وأنا أقترح أن تكون الشركات المسؤولة لو تعمل كتيب صغير جدا بسيط، إجراءات التقاضي أمام المحاكم في القضايا التعدي الإلكتروني، لأن أغلب أولياء الأمور ما يعرفون ما هي حقوقهم، ما هي واجباتهم تجاه القضية، هل هذا النوع من الجرم مجرم في دولنا أو لا، كيفية التقاضي. نحتاج إلى هذا الكتيب البسيط، وكذلك نحتاج إلى كتيب لتوعية أولياء الأمور بتقنيات الانترنت، لان الانترنت يعني عالم كبير جدا، يعني الغرب موجود عندهم الانترنت من الخمسينات، فاصبح بالتدريج احنا اجانا دفعه واحده بشكل سريع جدا لم نستوعبه. فاذا كانت في اميه عند اولياء الامور والطلبه ابنائنا معلوماتهم احسن، فكيف انا اساعد ابني؟ من الصعب جدا. ونلاحظ هذه حتى بالنسبه حق البحوث، بالنسبه حق المطلوب من الطلبه، لاولياء الامور يحتارون في عملية مساعدة أبنائهم. ففي ثقافة الأبناء أفضل من ثقافة أولياء الأمور كتقنية، مش أفضل من ناحية ثانية، فنحتاج إلى أن نواكب هذه التقنية، عمل دورات لأولياء الأمور لمحو الأمية التقنية من أجل مساعدة الأطفال، الترابط بين الطفل بشكل جيد، التواصل مع الطفل، وكذلك التواصل مع الجهاز المدرسي والإداري والتربوي، بحيث تكون عملية متواصلة وعملية عمل فريقي بين أولياء الأمور، بين الطلبة وبين التربويين وكل فئات المجتمع، من أجل حتى لو كتيبات صغيرة تشرح هذه العملية، ونذكر فيه لو تعمل هناك أفلام قصيرة جدا، لأن أطفالنا لو بخوفهم أنا عن قضية أن في تعدي يصير، لما بقول له بالشرح ما بيفهم، فيجب أن أنقل الشرح هذا إلى من عالم التصوري إلى عالم الواقعي، أعمل له فيلم عالم واقعي، كيف أن اللي يحدث لك، أنت حطيت معلومتك بالإنترنت، هل تعرف أنك فتحت باب غرفتك وخليت النص يدخلك؟ فعملية التصور هذه تكون في المدارس بأفلام جدا يعني قصيرة جدا، توعية أفضل بكثير من العلاج. شكرا دكتورة دانا. أهلا وسهلا. حضرتك عرفنا بنفسك الأول. عبد الله المريخي من أكاديمية اسباير. حضرتك ليه شاركت النهاردة في ورشة ظاهرة التعدي الإلكتروني؟ طبعا ظاهرة التعدي الإلكتروني أصبحت ظاهرة خلينا نقول عنها عالمية، في استغلال خصوصيات المستخدمين وأيضا في التعدي على خصوصياتهم. فلهذا الشيء حضرت لهذه الورشة للاستفادة من كيفية حماية أبنائنا ونفسنا أيضا من التعدي الإلكتروني. ما رأي حضرتك في الورشة اليوم عن ظاهرة التعدي الإلكتروني؟
كما ذكرت لك الورشة تناولت محاور كثيرة في ظاهرة التعدي الإلكتروني من خلال تعريفها وأثارها وسلبياتها على الأفراد بمختلف شرائحهم، يعني بمختلف مستوياتهم أيضا. طب ما هي الورش العمل أو المحاضرات اللي حضرتك بترغب أن المجلس الأعلى يغطيها في المستقبل؟ أتمنى المجلس الأعلى أيضا أن يهتم بهذه الفئة اللي هي فئة المراهقين أو فئة الشباب في اكسابهم مفاهيم جديدة في استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات أو استخدام الإنترنت، في اختيار المواقع السليمة المواقع الإيجابية يستفيدون فيها في حياتهم. وايد مهم أنه هو يتعرض حق هذا النوع من التعدي اللي هو المضايقة، هل يستطيع دائما يثبت هذا الشيء؟ لا. وهذا اللي بنجيله احنا عن طريق التعدي الالكتروني، مو دائما شيء يثبت، فهذا اللي يخلي الخوف عن هذا الطفل كثير، ويشجع الاطفال الثانيين انهم يعتدوا عليه، ان بما ان ما مش اثباتات وادله. اسمي زينب عبد الحميد، اشتغل اخصائيه نفسيه في مدرسه قطر الاعداديه المستقله للبنات. ما الهدف من مشاركتك ورشه عمل ظاهره التعدي الالكتروني؟ يعني محاولة الاطلاع على أنواع التعدي الموجودة أكتر، ومعرفة إيه اللي ممكن إحنا ممكن نعمله تجاه أبنائنا وطلابنا أو طالباتنا في المدرسة. كيف وجدتي ورشة العمل النهاردة؟ هي بصراحة كويسة جدا، يعني المحتوى كان حلو قوي، المحاضرة ما شاء الله عليها يعني أدت يعني كل ما لديها، حتى المحاضرين كانت المشاركة حلوة قوي منهم، وكل واحد قال تجربته أو التجارب اللي مر بيها كانت كويسه، يعني الا ينقصها بس ان احنا كانت المده قصيره شويه، والمكان ما كانش مساعد ان احنا نعمل اكتيفيتي اكتر مع بعضينا ان احنا كنشاط، حتى نفس المحاضره يعني علقت على نفس الموضوع. ما هي ما الذي تتمنيه خلال الفتره الجايه من المجلس الاعلى للاتصالات من دورات وانشطه؟ هو لو في اكتر يعني ان احنا يبقى الشغل عملي، يعني ندخل على نفس الحاجات اللي بتبقى، يعني نشوف مواقع حيه، نشوف حاجات حيه، نشوف حلول للمشكلات حدثت بالفعل، نشوف فعلا يعني حصل ايه، يعني بس ما نشوفش المشكله نشوف الحلول بتاعتها، لان الاستفاده من الحل اكتر من الاستفاده، لان المشاكل كلها موجوده بس الاستفاده من الحلول اكتر هتبقى من موضوع المشكله نفسها، لان اللي هيطبق هيطبق حل مش هيطبق المشكله. اسماعيل ابراهيم العبد الغني، مشرف رياضي اداري من اكاديميه التفوق الرياضي اسباير. حضرتك اشتركت في الورشه النهارده بتاعت ظاهره التعدي الالكتروني، الهدف من مشاركتك؟ الهدف من المشاركه طبعا في مجال عملنا احنا كمشرفين رياضيين اداريين نتعامل مع مجموعه من الفئات المختلفه من الطلاب، والفئات العمريه اقصد فيها يعني نبدا من مرحله الاطفال الصغار الى مرحله المراهقين، ومرحلة بداية العمر اللي يدخلون مرحلة نقدر نعتمد الاعتماد على النفس أو الرشد. وطبعا في العصر أو في الوقت اللي حاصل الحين احنا نعتقد أن شيء أساسي تعاملهم مع الإنترنت، تعاملهم مع الديفايس أو الأشياء الإلكترونية الموجودة عندهم في عصرهم. فاطلاعي كمشرف إداري معهم حكم علاقتي معهم راح تسوي لهم دعم لهم وترشدهم إن شاء الله للطريق الأفضل، بما أني أحاول أن أطلع على الأشياء وأحاول أنقل خبرة اللي أخذتها من خلال هذه الدورات إلى المجموعات اللي قاعدة أتعامل معها في أسباير. طب كيف وجدت الورشة بتاع ظاهرة التعدي الإلكتروني؟ بالنسبة لنا أنا طبعا حضرت دورات ثانية لكن كانت باللغة الثانية، فأعتقد أن إيصال المعلومة باللغة اللي إحنا قاعدين نتواصل فيها مع مجموعة الطلاب اللي معانا هي أفضل طريقة لأساس أنها تكون لهم صورة واضحة، نفس ما نعرف أن اللغة هي العامل التواصل الأول خاصة مع الأطفال الصغار أو حتى المراهقين، فإحنا حصلنا على هذا الدورة المعلومات اللي فيها غنية أفادتنا، فنقدر إحنا نوصلها بالطريقة الصحيحة والمعلومة على أفضل وجه راح تكون. أو بالنسبة للمعلومات وجه الاستفادة؟ والله الاستفادة بشكل عام يعني نورتنا على أشياء إحنا كنا غافلين عنها، مثلا في أشياء نفس ما قلنا مواقع التواصل الاجتماعي كان إحنا نحطها في إيجابيات بشكل إيجابي نكبر لها ونضخم لها الإيجابيات، لكن اكتشفنا من خلال هذه الدورة أن في نفس الوقت لها سلبيات راح تأثر وتضر نفس ما هي راح تفيد وتنشر وتساعد الشخص على الأشياء اللي تكتسبها في المجال الإيجابي. خلال الفترة القادمة ماذا تتمنى أن يقدمه المجلس الأعلى للاتصالات من دورات وأنشطة؟
والله إن شاء الله يعني إحنا استبشرنا خير بإقامة المجلس الأعلى للاتصالات، فإن شاء الله أتمنى أن إثراء الساحل، لأنه كان عندنا إحنا نقص فيها أصلاً في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، فأتمنى إثراء الساحل من هذه الدورات وإحضار يعني تنظيم دورات، تنظيم ورش عمل للقانونيين. نفس ما قلت إحنا بدأنا كمدرسين نستفيد من هذه الأشياء، أو إن حتى مشرفين إداريين راح نوصل هذه المعلومة للجيل اللي هو يستخدم هذه في الفترات الجاية، وهو راح يطبق هذه للأجيال اللي بعده، فهذه إن شاء الله أتمنى أن يكون في المستقبل القريب إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية.